معانا مع حضراتكم الآن الأستاذ مجدي خليل الناشط. طيب احنا هنحاول نعود الاتصال مرة أخرى طبعا علشان يفهمنا برضو الأمور. على فكرة ما حصلش أي إلغاء، لأن الكلام اللي اتكتب إنه تم إلغاء المظاهرة لأنه في تهديدات جت من داعش، اللي هو حاجات حتى يعني لا يستوعبها العقل. يعني عجبني النهاردة كمان تقرير على فكرة كانت عاملاه البي بي سي، ممتاز ممتاز، بي بي سي بالعربي، نزلوا لقرية الإسماعيلية. من الواضح إن التقرير ده كان بالأمس أثناء صلاة القداس اللي كان في المكان، الخيمة اللي اتحرقت في قرية الإسماعيلية التابعة للمنيا، أيضا أعتقد تابعة يمكن لإحدى، هي ليها علاقة بالأنبا غاصون فتقريبا تبع مغاغة. في كمان راحوا كمان لقوم اللوفي واتكلموا مع أشرف وأخوه اللي حرقوا لهم بيتهم اللي كان تحت الإنشاء ومحدش عوضهم. يعني كان تقرير بكل معاني الكلمة. أيضا في رفض للجلسات الصلح العرفية، وبالرغم من كده لكن كان المحافظ بيقول، برضو مازال بيقول محافظ المنيا، يعني تصريح مستفز، قال لهم ما تسموش الحوادث دي طائفية، دي كلها حوادث جنائية. ما اعرفش يعني لما يبقى في اعتداء دائم على الاقباط بسبب هذه الاشاعات وبعدين يقول لك سموها اعتداءات جنائية، طب لما هي اعتداءات جنائية بتشتغلوا ليه في جلسات الصلح؟ عموما معانا ومع حضراتكم الان استاذ مجدي خليل الكاتب والسياسي المعروف وايضا متحدث باسم منظمة التضامن الكردي. استاذ مجدي برحب بحضرتك معانا. برحب بيك يا دكتورة منى وكل المشاهدين في كل أنحاء العالم. طيب انا فوجئت بانه واضح كده في حصل حاجه على الموقع الفيسبوك الخاص الحساب الخاص بحضرتك على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وايضا الحاجه ليها علاقه بالايميل، ما الذي حدث بالظبط؟ يعني أولا أنا بكلمك الساعة يعني مثلا 5 مساء بتوقيت واشنطن الاثنين، بكرة الثلاث المظاهرة قائمة أمام البيت الأبيض، الثلاث 2 أغسطس المظاهرة قائمة أمام البيت الأبيض والأتوبيسات جاية، وإحنا المظاهرة كما هي لأنهم قعدوا يشككوا يعملوا المظاهرة قائمة أمام البيت الأبيض الثلاثاء غدا من 10 صباحا ل5 مساء أمام البيت الأبيض، ده أولا. تمام ثانيا مجموعات محترفة على أعلى مستوى من مصر، من الجيزة، من القاهرة والإسماعيلية تحديدا كمان، بيشتغلوا اديلهم 36 ساعة على كل البيانات اللي عندي، قدروا ياخدوا هاك، ياخدوا الموقع الفيسبوك الصفحات بتاعتي كلها، ولحد هذه اللحظة أنا ما عنديش أي، لحد الساعة اللي أنا بكلمك فيها حاليا ما عنديش أي حسابات على الفيسبوك، ده هم راحوا خدوا كل الحسابات وخلقوا حسابات جديدة باسمي وقعدوا يقولوا كلام كتير وكتير وكلام فارغ، وبعدوا تهديدات وقالوا إن مش عارف إيه وداعش هتروح قدام البيت الأبيض، كلام كله كلام ملوش أي أساس من الصحة، وما فيش حاجة أصلا. كل اللي خدوه والتهديدات اللي عملوها كلها لا قيمة لها لأسباب، لأن ما عنديش حاجة أي حاجة أخفيها في حياتي، وكل المحادثات اللي خدوها عادية جدا، ما عندناش أي حاجة نخفيها. تمام فبالتالي لكن دول مجموعات محترفة على مستوى عالي جدا 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 يعني إلى جدا. الآن لم تستطيع من استعادة الحسابات الخاصة بحضرتك على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فكل ما يكتب ليس منسوب لحضرتك ولا الإيميلات، ولا الإيميلات اللي الإيميل. بت... ولا الإيميلات اللي بتي... اللي بتي... اللي بتيجي للناس، أي إيميلات تيجي للناس مش تبعي، نعم أي كلام على الفيسبوك مش تبعي خالص حتى هذه اللحظة. المظاهرة قائمة 2 أغسطس إن أمام دل على الأبيض، شيء يدل على إيه، ما يعني اللي عملوه ده يا أستاذ مجدي؟ يدل على حاجتين، إن هم مش عاوزين أي صوت قبط يرتفع نهائيا ويقول لا للاضطهاد، مش عاوزين صوت قبط يرتفع، مش عاوزين أي حاجة، بالذات في واشنطن دي سي هزتهم المظاهرة قدام البيت الأبيض دي والإعلان عنها هزة كبيرة، وفعلوا المستحيل لإيقافها، المستحيل لإيقافها، والناس أكتر بالعكس متحمسة أكتر وستتحمس أكتر لمظاهرات طالما هي بتأثر فيهم بهذا الشكل، وستتحمس أكتر لكي تقول لا للاضطهاد، لأن كل ما اضطهدت الناس وضغطت على حرياتهم وخاصة في الخارج ده بيديهم قوة أكتر إنهم يقولوا لا. ده الحاجة التانية، إن في طبعا مجموعات رسمية على أعلى مستوى، هي اللي هي اللجان الإلكترونية بتشتغل على الناس، وكون إن مجموعات بهذا الشكل تشتغل، وأنا جبت واحد خبير أمن وقال لي دي مجموعات على مستوى، وهذه وفقا لخبرته وفقا لكلامه إن هذه وراءها الدولة، نعم فإذا كانت الدولة بأجهزتها الكبيرة
مشغله فريق ما بيناموش، كانوا كل نص ساعه يدخلوا على ايميل، كل ساعتين يدخلوا على ايميل يغيروا ويقولوا ويبعتوا تهديدات ويبعتوا كلام ويقولوا كلام فارغ، ومره يحطوا صوره ياسر برهامي، مره يحطوا مرتضى منصور، ومره يقولوا، يعني في كل الاحوال كلها تمويه، لكن المجموعه هي حاجه رسميه في البلد، حاجه رسميه في البلد بتقول ان احنا قادرين نوصل لكل حاجه، لكن احنا بنقول لهم سننتصر، لأن الحرية ستنتصر، الحقيقة ستنتصر، صوت المستضعفين والمضطهدين سينتصر، وحتى لو خدوا فيسبوك أنا سوف أحاول بكل الطرق إرجاعه. إن شاء الله تستعيد. أتاخد مني بعض الوقت لأن أنا مشغول في المظاهر أكتر وفي الأوتوبيسات وفي الترتيبات، لكن حتى لو خدت مني بعض الوقت هيرجع كل شيء، وحتى لو ما رجعتش سننتصر بكل الأحوال، لأن إحنا عندنا الكثير من الوسائل اللي نقدر نصل بها للناس. إن شاء الله أستاذ مجدي بالتوفيق، وزي ما بنقول يعني ده الحق الديمقراطي اللي بيكفله أي قانون، يعني حتى المفروض في مصر يعني من حق أي حد إن هو يعمل وقفات سلمية للاعتراض على أي شيء، فأنا مش فاهمة أكيد. ما أكيد. يضرهم يعني في ده حاجة فعلا ليها العجب الحقيقة. وبرضو أنا كنت لسه قبل ما حياتك تكون معانا بخاطب كل الأقباط يعني كل المسيحيين في كل مكان في العالم، يا جماعة عادي جدا، حتى ممكن تبقى أنت مع أو ممكن تبقى ضد، ولكن من فضلكم عايزين نتكاتف مع بعض، ما ينفعش أبدا إن إحنا لا نهين في بعض ولا برضو نخون بعض ولا الكلام ده كله، لأن كل الفكرة الهدف سامي، فبالتالي وكل واحد بيشتغل بطريقته، دي ما فيهاش ما يضر أي أحد، وإن وقفة سلمية تماما جدا للتعبير عن الصراخ. وزي ما النهاردة برضو قلت إنه البي بي سي بالعربي نزلوا مخصوص وعملوا تقرير من أروع التقارير اللي شفتها على الأحداث اللي بتحصل في المنيا، إذا هذه الأحداث يعني لو ما كانتش بتحصل ولو ما كانتش مسمعة ما كانتش القنوات تتحرك ولا تعمل تقارير عنها، وإنه كل اللي احنا بنقوله حقيقي، والامر برضو بيصل في النهايه للجلسات العرفيه اللي ما بتجيبش حق الاقباط. انا عاوز اقول لك حاجه بس على كلام حضرتك اللي انت قلتيه. نعم. اغلب الاقباط الحقيقيين حتى الصامتين منهم يعلمون الحقيقه ويعلمون انهم مضطهدين ويعلمون ان هناك مشاكل، لكن ما تنسيش ان في قله، فعلا قله بتنكر المشاكل من الاقباط ومن المسلمين لانها متعاونه مع الدوله، ده احنا ما لناش دعوه بيهم. التيار الرئيسي في الاقباط الاغلبيه الكاسحه في الاقباط يا ام متاكده انها تقع تحت الاضطهاد وان شعبها يقع تحت، هذا هو المهم، ان الجسد القبطي كله على بعضه سليم. سيبك من بعض الاصوات النشاز اللي لها مصالح مع اجهزه ولا مع كذا، دول اصوات نشاز، لكن الجسد القبطي سليم، يا اما صامت، فيهم بعضهم صامتين عشان ما يعملوش لنفسهم مشاكل، والصامت على فكره راجل محترف، في كثيرون من الناس صامتين لانهم مش قادرين يقولوا وسط الارهاب اللي بتعمله الدوله ده عليهم، لكن الصامت شخص محترم. تمام. ولكن كل الجسد القبط كله اغلب اقباط العالم في الداخل والخارج يعلمون انهم يقعون تحت الاضطهاد، هذا هو المهم، ان الجسد القبطي سليم، وسيبك من اي نشاز كده او كده، في كل الاقليات لازم يكون في نشاز، لكن الجسد القبطي سليم ويعلم تماما انه يقع تحت اضطهاد دوله. تمام يا استاذ مجدي، الحياه زي ما يعني ما حضرتك هذا التعليق ايضا، وزي ما بناكد انه كان في طبعا اعلان عن التجمعات والاتوبيسات واللي ممكن يتصلوا بيهم في اماكن مختلفه بالنسبه للاتوبيسات، هنحاول ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه يعني الخاصه بالبرنامج وبينا، لان زي ما بنقول دي حريه شخصيه، لما بننشر ده بننشره لنساعد اللي عايز يروح، اهلا وسهلا، انا مش عايز يروح، دي حريه شخصيه جدا، وفي نفس الوقت زي ما بنقول حق ديمقراطي يكفله القانون في كل العالم، ومفيش ما يضر ابدا في ان احنا نقول ان احنا في مشاكل بتحصل، وانه للاسف الشديد المنهج هو في استخدام جلسات الصلح وليس تطبيق القانون. بشكرك استاذ مجدي، هل في اي اضافه تحب تضيفها حضرتك؟ شكرا جزيلا، المظاهره متامنه تامين كامل. ما شكرا. يعني ده لا يعقل يا استاذ مجدي، انا قعدت اضحك بصراحه لما سمعت لا ما موضوع انا ان عارف، المظاهره اتلغت علشان داعش بيهدد انه قدام البيت الابيض هيضرب ما الاقباط اللي رايحين يعني رايحين يقولوا ان في اضطهاد في مصر يعني. لا هو بتتعامل معها الدولة الأمريكية على مستوى عالي، طبعا أكثر تأمينا كمان لهذه الأسباب، وأجهزة كبيرة بتتعامل مع الموضوع ده، لأنه مش لا يصح أن هاكرز تبع دولة يهددوا ناس في دولة تاني ويهددوا حقوقهم الديمقراطية اللي هي كفلها لهم الدستور الأمريكي. بل أنا أدعو بقى الآباط في كل مكان في العالم أنهم يخرجوا على غرار الوقفة بتاعت واشنطن دي سي لا تحصل بكرة، يخرجوا في العالم كله يرفعوا أصواتهم، طالما الدولة بتمارس عليهم هذا الإرهاب أن عاوزة تسكتهم حتى في الخارج، عاوزين يسكتوهم حتى في الخارج، ده إرهاب دولة.
وعلى أعلى يعني ده الأصوات أن يعني لا الإرهاب يصح أن يحدث يعني مثل هذا، لأنه الصوت بيوصل بكل الطرق، وإحنا دلوقتي في إعلام مفتوح وفي عالم مفتوح أساسا، فما أعتقدش أبدا يعني أن دي الطرق دي طرق يعني عفى عليها الزمن المفروض يعني. ف المفروض. يا شكرا جزيلا. بشكرك شكرا المفروض جزيلا وبالتوفيق وكل ما في الأمر مشاهدينا، زي ما بنقول مجرد أنه ما اعتراض على ما يحدث، وده حق دستوري حق ديمقراطي أنك تعترض على اللي بيحصل، هو بيحصل ولا مش بيحصل؟ مش بيحصل، خدنا وعود قبل كده ولا ما خدناش وعود؟ مش خدنا وعود برضو، وايه اللي تم؟ كلها كل الاحداث اللي حصلت دي كلها انتهت بجلسات الصلح، انتهت بالافراج عن كل اللي كانوا ممسوكين، حتى انتهت بان احنا لسه في احداث الفشن الطائفيه اللي هي قريه الخرسه، نفس الحكايه برضو قابضين على مسيحيين ومسلمين، وطبعا رسيت على هتبقى يعني رسيت على كده اساسا على جلسه صلح، وبالرغم من كده ما فيش اي حد خرج يعني من الاقباط يعني. فبالتالي احنا عندنا امور كده يعني صعبه جدا طبعا.